هي انتظر، لا تتحرك. أوه أجل، أنا الآن في مهمة هنا في أستراليا. واو، أقوم بالحفر، إنه وحش حقيقي. أوه يا للهول. آه تباً، هذا بحاجة إلى التنظيف. أقوم باستكشاف الأماكن البعيدة. إن المنظر من هنا مذهل جداً. أبحث عن أندر أنواع الثعابين. أوه يا إلهي، إن هذا مرعب حقاً. على الأرض. لقد وجدت شيئاً كبيراً جداً. واو يا إلهي، إنه حيوان جامح. انظر إلى هذا تباً. اسمي جاك راندال، وجدت كهف خفافيش. أوه يا إلهي، هيا. منذ بداية حياتي وأنا مولع بالحيوانات، ثم التقيت قدوتي ستيف أوروين، وبتشجيع ستيف أصبحت عالم حيوانات. واو يا إلهي، انظر إلى هذا السن الحاد، إنها هنا. وأنا أقوم بتقديم هذه المخلوقات المذهلة. كم هذا مذهل. للعالم بأسره، سنطلق هذا الدب الكسلان إلى البرية. أوه إنها تلتف حول وجهي. لا يوجد حيوان مخيف بالنسبة لي. يا إلهي كم هذا جميل. أو خطر، انظر كيف يخرج رأسه. أوه تباً، إنه يعضني. علي أن أضع ضمادة على الجرح. أنا في المنطقة الشمالية من أستراليا. هذا المكان واسع، تبلغ المساحة هنا ضعفي مساحة تكساس، ولكن بأقل من 10% من سكانها. إنها تعتبر الحدود النهائية لأستراليا. الحرارة الآن 32 درجة، خلال ساعة ستغرب الشمس وتنخفض الحرارة حوالي 8 درجات. ستبدأ الحيوانات التي كانت مختبئة طوال النهار بالخروج بحثاً عن الطعام، ما يعني أيضاً أن الأفاعي ستكون في الخارج تبحث عن فريستها. إنه أفضل وقت للبحث عن الأفاعي. تعيش في هذه المنطقة الأفاعي المفضلة لدي، وهي الثعابين. إنها أفاعي غير سامة، وبدلاً من استخدام السم لقتل فريستها، فإنها تلتف حول الفريسة وتخنقها. يوجد 6 أنواع من هذه الثعابين في هذه المنطقة، وأريد أن أتعلم كل شيء ممكن عن كل هذه الأنواع 6، خاصة الثعبان الأمهر في الاختباء في العالم الأوين بيلي. ولن أغادر هذا المكان حتى أجد الأنواع 6 كلها. الشمس على وشك الغروب الآن. هذا تماماً ما نريده. شكلت أنا والدكتور غافين بيتفورد فريقاً، إنه خبير بالزواحف هنا. هو أحد الخبراء القلائل المسموح لهم بتربية الثعابين لمساعدتها على البقاء، وسوف يساعدني على العثور على كل الأنواع 6 ابتداء من ثعبان الماء. لقد شهدنا في السنوات الأخيرة انحداراً لأعداد ثعابين الماء. ولما ذلك؟ كان موسم الأعشاب سيئاً بسبب قلة الأمطار، فقلت الفئران التي تتغذى عليها الثعابين، ما أدى إلى نقص في غذائها. انتظر، لقد سمعت صوتاً ما. يوجد شيء هنا. أوه يا إلهي، ها هو، بالكاد أستطيع رفع هذا الشيء. يا إلهي انظر إليه، إنه فعلاً وحش حقيقي زاحف بلسان أزرق. يا إلهي انظر إلى لسانه الأزرق يخرج من فمه. هذا مخلوق تشتهر به أستراليا، وهذه الأرجل الصغيرة لا يسير بها بسرعة. إنها تدفعه كالجرافة، لذلك تمكننا من سماعه. عندما يكون غاضباً يقوم بفتح فمه وإخراج لسانه الأزرق. لا يمكنك رؤية مثل هذا اللسان لدى أي حيوان آخر. إنه يقوم باستخدامه كتهديد بوجه أي مفترس. إنه اكتشاف عظيم. عظيم، عظيم جدا. مذهل. حسناً، فلنعده إلى مكانه. هيا انطلق، عد إلى بيتك. يمكنك أن ترى الكثير في هذا المكان. يوجد الكثير من الزواحف هنا، وبالطبع أيضاً ثعبان الماء الضخم، وهذا ما نبحث عنه. سنتجه إلى الأسفل ثم إلى اليسار حول المستنقع. انظر إنها أفعى، تبدو كثعبان الماء. كلا إنها ليست هي، ليست من فصيلة الثعابين أبداً، تبدو كأفعى السلاتي الرمادية. يا إلهي لم أرى مثلها من قبل بهذا الحجم.
عادة تكون عدائية، ولكن هذه لا. لم أرى من قبل أكبر من حجمها. إنها غير سامة، لديها الكثير من الأسنان. هي أكثر المخلوقات عضاً هنا. أنا متأكد أن هذه الأفعى ستحاول عضي. ولكنها لا تحاول لا. ذلك لا. ما السبب في رأيك؟ هل تريد أن تجرب؟ كلا كلا لا أريد ذلك، شكراً. ألا تريد ذلك؟ كلا شكراً. إنها تعتقد أنه لا يوجد شيء يستطيع أكلها، فلماذا ستعض دون الحاجة إلى ذلك؟ بدا واضحاً لنا لما يسمونها سلاتي الرمادية. انظر إلى هذا اللون، إنها تلتف حولي. هي تعلم أنني لن أؤذيها. هذا مضحك، لقد وجدناها عندما ظننا أننا سنجد ثعبان الماء، وستتجه إلى الحفر التي تضع فيها ثعابين الماء بيضها، فهي تتغذى على هذا البيض. لهذه الأفاعي رائحة مميزة ولقد بدأت أشمها. إنها آلية دفاع أخرى. أوه يا إلهي، هذا مقزز. سعيد لأنك ستنام وحدك. إنها جميلة، كم أحب أفاعي السلاتي الرمادية. لقد حان الوقت لنتركها، فلتذهب للصيد مجددا. لكنها ملتفة حول يدي ومن الصعب أن تفلتني. يا إلهي، الآن بدأت بمهاجمتي. حقا مؤلم، صعب إفلاتها. انظروا، لقد هاجمت إبهامي. هذا مؤلم حقا، لقد اخترقت إصبعي بعمق. سأدعها تذهب الآن. هيا اذهبي. اعتقدت أنها كانت مسترخية عندما حاولت إفلاتها، أخذت فرصتها بعضي. يا إلهي، هل ترون كم ينزف الجرح؟ هذا مؤلم حقا، أنا محظوظ أنها ليست أفعى سامة. أعتقد أنه يجب علي تنظيفه. لقد انغرس سنها عميقا في إصبعي. ليام، هل لديك ما يمكنني أن أنظف به يدي؟ ها هو المسعف ليام. أترى الجرح؟ إنه عميق. أتعني هذا؟ أجل، فلنمسك بعض الأفاعي. يوجد تمساح هناك. أترى تمساحا؟ أجل أجل، إنه هناك. لابد من وجود ثعابين ماء كثيرة هنا، تمر دون أن نشعر بها. يوجد الكثير من الحشرات. سأقوم بنزع حذائي لكي أستطيع أن أشعر بالأفاعي بقدمي. أعتقد أنك مجنون، ولكنه تكتيك صائب. أجل، سأتركه هنا. أشعر بالكثير من الأشياء تتحرك في الأسفل. وجود هذه الحشرات إشارة جيدة. توقف جافن، يوجد علقة على قدمك. يوجد الكثير منها هنا. انظر إليها، إنها تمص دماءك. شكرا يا صديقي. لقد تمكنت منك فعلا، كن حذرا. حسنا، يوجد الكثير من العلقات، لا أفاعي حتى الآن، فقط العلق. أنت ترى الآن كل شيء كالأفاعي. نعم، كل خيال يبدو كأفعى. توقف توقف، لا تتحرك. أجل، رائع، ثعبان الماء تماماً حيث أشرت. رائع، انظر إلى هذا، كم هو رائع. وأخيراً وجدت أول ثعبان ماء. رائع، إنه لا يبدو سعيداً لأنني أمسكت به. هذا بالتأكيد ثعبان. معظم الثعابين لديها نقاط استشعار للحرارة، فهو يقوم باستشعار أي فريسة باستخدام هذه المستشعرات هنا في الأسفل. أرى انتفاخاً في أمعائه، لابد أنه قد أكل شيئاً. مذهل، إنه يأكل، ربما ضفدعاً أو شيئاً ما. أو فأراً. أعتقد أنه قد أمسك فأراً بأسنانه والتف حوله ثم ابتلعه كله. أريد أن أرى كيف يتجه نحو الماء. المثير في الأمر أنه من الصعب رؤية هذه الثعابين. أجل. يمكن أن تكون على بعد أمتار، ولكنها متخفية في الطين. انظر كيف دخل إلى الماء كافن، لا يمكنك أن تراه لأنه متخف تماماً. يا إلهي، انظر، إنه يطل برأسه خارجاً، هذا مذهل. هذه هي وضعية الكمين، ربما ينتظر طيراً هناك أو يهاجم شيئاً ما. الثعابين هي أفضل المخلوقات في الاختباء وانتظار الفريسة، فبعض الثعابين التي تعقبتها مكثت بمكانها 3.5 أشهر دون حراك. انظر إلى الطريقة التي ينزلق بها.
إنه لأمر مذهل أن ترى حيواناً مثل هذا يتصرف على طبيعته. انظر إليه يتحرك، إنه يتجه نحو نباتات القصب تلك. ليس لدي أي فكرة عن مكان ذهابه. إلى أين يذهب؟ لقد اختفى. تذهب ثعابين الماء أثناء النهار إلى هنا إذن؟ أجل، الكثير من الحيوانات هنا تعيش تحت الأرض ولا تخرج أبداً إلا عند الغروب. انظر إلى كل هذه الحفر، إنها في كل مكان. كم يبلغ عمق هذه الحفرة؟ أعتقد أنها بضعة أمتار. أوه يا إلهي، يوجد أفعى هنا في الأسفل. أعطني الخطاف. لدي حقيبة خاصة بالأفاعي وفيها هذا الخطاف. لا أعلم مدى حجم هذه الأفعى، لكن يبدو أنها كبيرة. حسناً، يجب ألا نحدث ضجة، فالأفعى تتحسس الحركة. أمسك بالحقيبة جيفن واستعد، ربما تكون غاضبة. ليس لدي أدنى فكرة عن نوع هذه الأفاعي. يمكن أن تكون سامة. آه يا إلهي، واو! أعتقد أنه توجد أفعى كبيرة في الأسفل، ويجب أن لا نحدث ضجة، فالأفاعي تتحسس الحركة. أنا الآن في شمال أستراليا أبحث عن الثعابين بصحبة خبير الأفاعي جيفين بيتفورد. أمسك بالحقيبة جيفين واستعد، ربما تكون غاضبة. وجدنا واحدة أخرى، إنها كبيرة جدا. أوه يا إلهي، إنه ثعبان ماء، إنه وحش حقيقي، إنه يحاول الهرب بعيدا. إن الثعابين قوية جدا، يجب أن أسحبه قبل أن يدخل الجحر. يبدو أنه لا يريد التحرك. هل أقوم بالحفر قليلاً؟ أجل، قليلاً في الأعلى. أمسك بها جيداً، قليلاً بعد وسنصل إليها. إن إيجاد الأفاعي في جحورها من أصعب الأمور على الإطلاق. كم أحب تدفق الأدرينالين في جسدي. نحن نقترب أكثر من جسمها. حسناً، نحن نقترب، ستخرج. إنها تخرج، جيد جيد. حسناً، لقد وجدناك. أوه، شكراً يا رجل. حسناً فعل. يا للروعة، انظر إلى هذا، إنه يبدو كثعبان ماء مكتمل نمو. إنه حقاً جميل. أوه، أنا أحب الأفاعي، إنه مذهل حقاً. أوه، يا للهول، إنه يبدو غاضباً الآن. لكن هل تعلم؟ إنه ثعبان نادر حقاً. حقيقة لم أرى مثله من قبل بهذا الطول. لقد استحق العناء يا جيفن. إنها أنثى تبحث عن جحر آمن لكي تضع فيه بعض البيض. والأمر المذهل هو أن معظم أنواع الثعابين تحتضن بيضها. ستقوم بالجلوس على البيض قدر استطاعتها لتضمن حصوله على الحرارة المناسبة، وبهذا تحصل على صغار أصحاء. إن نظرت هنا سترى علامة، إنه نوع من الطفيليات وهي مزعجة. فالأفاعي أيضاً تتعرض للطفيليات، ولكنها لا تؤذيها كثيراً، فعندما تبدل جلدها تسقط. لكنني سأزلي لها معروفاً وأزيل هذه الطفيلية. أوب، وها هي، هذا ثعبان الماء الثاني الذي نجده. وأعتقد أنه يجب علينا أن نبدأ البحث عن المزيد. سمعت أن الأومبيلي هو أمهر ثعبان بالاختباء في العالم. يوجد مكان أعرفه يمكن أن نحظى فيه بفرصة رؤية ثعبان الأومبيلي. إنه بعيد جداً، والطريقة الوحيدة لنصل إليه هي الحوامة، إذ لا يوجد طرق تؤدي إليه، فالمنطقة هناك وعرة جداً. سأحاول تأمين حوامة. سيكون هذا رائعاً. تمكن جافين من تأمين الحوامة لكي نستطيع الوصول إلى منطقة واقعة في أقصى شمال أستراليا. إنها أرض أرينهيم. الثعابين هنا لها مكانة لدرجة أن الأمر يتطلب أجل. رائع. أوه رائع، هذا ثعبان برأس أسود. أوه، أي أفعى بهذا اللون البني؟ يمكن أن تكون أفعى سامة، ولكن يخبرني هذا الرأس الأسود إنه ثعبان ماء. إنه أحد أجمل الثعابين هنا، يبدو كأنه قد غمس بالألوان. يستخدم رأسه هذا كلوح طاقة شمسي، يخرجه من مخبئه أثناء النهار بينما يبقي جسمه في الداخل محمياً من المفترسين.
وخلال الليل سيكون لديه طاقة كافية ليتمكن من الخروج للصيد. هذا النوع من الثعابين مختص بأكل الزواحف الأخرى بما فيها الأفاعي. لقد كدت أن أدهسه، والآن علي أن أضعه على جانب الطريق. هيا اذهب. غافين هو صديق لفريدي هانتر، وفريدي هو المالك للأرض التي سوف نذهب إليها الآن، ولا يمكن أن أغادر قبل أن أجد ما أبحث عنه، ثعبان الأوين بيلي. إنه ثعبان قلما يراه الناس، لذلك أطلق عليه اسم الشبح. غافين. جاك، أقدم لك فريد. فريد، هذا جاك. أهلاً فريدي، سررت بلقائك. مرحباً جاك. نحن نرغب بالذهاب إلى أرضك. قدنا مسافة 241 كيلومتراً من مدينة داروين. نحن نطير الآن لمسافة 80 كيلومتراً لنهر التماسيح الشرقي، وهو المكان الوحيد الذي يمكن أن نجد فيه ثعبان الأوينبيلي. إذن فريدي، كم عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه الأرض؟ على هذه الأرض في الأسفل لا يعيش أحد. إذن هي غير مأهولة؟ أجل، لا توجد طرقات أبداً. إنها تبدو واسعة جداً، أينما نظرت تجد مساحات شاسعة من البرية. يا إلهي، هذا جنون. لا أطيق الانتظار حتى أنزل إلى الأرض وأبحث عن الأفاعي. هل ترغبون بعبور الممر الضيق؟ أنا أحب استخدام الطريق الأصعب. هيا بنا. علم، يمكنني القيام بذلك. أوه يا إلهي، أوه. رائع، هذا حقا مذهل. الطيران بحوامة في ممر ضيق كهذا، هذا رائع بشكل لا يصدق. أتريد أن نهبط هنا يا فريدي؟ أترى تلك الرمال هناك عند تلك الحافة هناك على الشاطئ؟ أجل، نحن نبعد ساعات عن أقرب مستشفى، لذلك عضة خاطئة من أفعى ستسبب مشكلة كبيرة. إنه مكان رائع. لا يوجد الكثير من هذه الأماكن في العالم حيث تكون تائهاً في المجهول. هذه المنطقة تبدو من الأماكن التي لم تمسها يد الإنسان بعد. لم يتسنى للكثير زيارة هذا المكان، لكننا نحتاج إلى إذن لنتجول هنا. حقاً إنها فرصتنا لنجد الأوين بيلي. هذه الصخور تشكل مكاناً ممتازاً للاختباء. قد يكون في أي مكان. أجل، إن أعداد الأوينبيلي قليلة في البرية، لذا فرصتنا في العثور على واحد منها حتى هنا في أرضها ضئيلة جداً. هل هذا مكان مناسب؟ يبدو لي المكان المناسب، ولكن كل أماكن الاختباء هذه ووجود الطعام الوافر هنا يجعلان هذه المنطقة الأفضل لنا. يوجد جلد أفعى هنا. أنت تمزح. يا إلهي، انظر، هذا جلد وحش عملاق. يا إلهي، إنه حقيقي. لا أعلم لأي نوع من الأفاعي هذا، ولكن بهذا الحجم يمكن أن يكون ثعباناً. ممكن. يا إلهي، إن رائحته كرائحة الأفاعي. إنه كذلك، لا يزال جديداً. قد تكون هناك أفعى في الجوار، لنرى إذا كنا نستطيع إيجادها. هيا بنا. البحث بين الصخور كالبحث عن إبرة في كومة قش. تشعر أنك ترى شيئاً وبلحظة يختفي. وجدت شيئاً. لقد عثرنا على ثعبان نقش المعين. أوه، إنه غير سام. إنه يشبه ثعبان الأوين بيلي ويستطيع الإحساس بوجودنا. لقد بدأ بالزحف إلى الوراء. سأحاول أن أسحبه خارجاً. يجب علي أن أدخل يدي. لقد أمسكت رأسه. أوه، إنه قوي، قوي جدا.
أنا أبحث عن الثعابين في أحد أكثر الأماكن عزلة في شمال أستراليا. لقد عثرنا على ثعبان نقش معين هنا. هذا هو، إنه يحاول الهرب. لقد بدأ بالزحف إلى الوراء. سأحاول سحبه للخارج. يجب علي أن أدخل يدي. أوه. لقد أمسكت رأسه بيدي. يا إلهي، إنه قوي، قوي جدا. لقد أمسكته. هيا أخرج. أوه يا إلهي، لقد أمسكتك يا ثعبان نقش المعين. رائع، انظر إلى هذا، إنه مذهل، لا يتصرف بعدوانية أبدا. واو، هنا في الأسفل. أوه، ثعبان نقش المعين. لقد بدأ بالفحيح. أعتقد أنه منزعج لأنني أخرجته من حفرته، ولكن لم يكن لدي خيار آخر لرؤيته. انظروا إلى هذه النظرة المذهلة في عينه. لقد أخذ اسمه من التصاميم الموجودة على السجاد في الشرق الأوسط. حقيقة هذا أول نوع من الأفاعي أتمكن من إمساكه في البرية. كنت أعمل مع ستيف إيروين في حديقة حيوانات عندما أرسلني لأمسك بثعبان. أمسكت به فعضني في يدي، فكان انطباعي عنه الآن أنه سيقوم بعضي، ولكنه يتصرف معي بلطف. من المذهل الإمساك بمثل هذا النوع من الحيوانات البرية، وأن تتاح لك الفرصة لكي تقترب منها. وبما أن أعدادها تتناقص، لذا كل واحد أجده يعتبر كنزاً بالنسبة لي. يمكنكم رؤية الجلد المنسلخ هنا، ويبدو أنهما يتطابقان معاً. إذن هذه هي التي كنا نبحث عنها. تبدل الإناث جلدها في مثل هذا الوقت من السنة. هذا إذن موسم التكاثر؟ أجل، إنه رائع. كذلك. وهل هو موسم التزاوج لثعبان الأوين بيلي أيضاً؟ أجل. هل يعيشون في نفس المنطقة؟ أيدرك الأوين بيلي أن ثعبان نقش المعين يعيش هنا؟ أول ثعبان أوين بيلي تم إيجاده كان في نفس المنطقة التي وجد فيها ثعبان نقش المعين. نعم، هذا مذهل. يعجبني سماع ذلك، هذا عظيم. أوه، إنه فريد من نوعه. انظر إلى الطريقة التي يلتف بها حول الشجرة، رائع. أترى ذلك يا جيفن؟ إلى اللقاء. أنا متفائل الآن بأننا سنعثر على الأوين بيلي. وجدنا ثلاثة من أنواع الثعابين الستة الموجودة في المنطقة الشمالية. قبل أن نتابع البحث عن أحد أندر أنواع الثعابين الأوين بيلي في الأعلى. أجل. هنا؟ أجل، سيدلنا فريدي مالك هذه المنطقة على شيء تركه أجداده منذ آلاف السنين. يوجد القليل هنا، أليس كذلك يا فريدي؟ أجل، يوجد القليل هنا، إنه يمتد كل هذه المسافة. هذا هو الأوين بيلي هناك؟ أجل، هذا صحيح، رسم على هذه الصخور منذ زمن بعيد. هذه عمرها آلاف السنين. أجل، أنا أرى رأسه، وثم يبدأ جسده بالالتفاف، وهذا هو ذيله. شكراً لك فريدي لإطلاعي عليه، لقد ألهمني هذا حقاً. يجب علينا الآن أن نجد ثعبان الأوين بيلي. حسناً، هيا بنا. أنا أبحث في هذه الشقوق الآن. سيكون من السهل علينا إيجاد الزواحف لأنها تكون نشطة في هذا الوقت، فهو وقت الصيد. جاك، تعال جاك، لدي أفعى كبيرة هنا في الأسفل. ماذا؟ أعتقد أنه ثعبان كبير، يجب عليك خلع حذائك. يا إلهي، انظروا، إنه ثعبان كبير، أعتقد أنه علي النزول إليه. يجب أن أحافظ على ملابسي. هذا ذيله يتحرك هناك. أنت بخير؟ واو، يا إلهي، هذا يبدو كثعبان الأورف. أجل، إنه ثعبان مخيف، يجب علي أن أكون حذراً معه لأن عضته قوية. لدي شعور بذلك، ولا أريد أن يعضني في وجهي. كلا. إنه هادئ حتى الآن. يا إلهي، هذا مذهل، يبلغ حجمه كحجمي. يا إلهي،
لا أريد أن يعضني هذا الثعبان، يبدو أنه سيظل يحاول الالتفاف. إن هذا الثعبان بحجم ثعبان الأوينبيلي. واو، يا له من اكتشاف يا جيفن، وجدناه في هذه المياه. أحسنت صنعاً. إنه ثعبان ضخم، وإذا قام بعضه سيكون ذلك مؤلماً. تعتبر ثعابين الأوليف من أضخم الأفاعي في أستراليا، ومن أضخم الأفاعي التي قمت بإمساكها، وفي الحقيقة إنه يظهر بعض العدائية الآن. إنه ينظر إلى وجهي يا رجل، لم يحاول عضي حتى الآن. إنه مذهل. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الثعبان هو أكبر مفترس في المنطقة هنا، سيكون أي مخلوق يعترض طريقه فريسة له. أما أنا فحجمي أكبر من أن يفترسني. جافن، أمسك به. أجل، انظر، انظر إلى كل هذه الندبات. أجل، إذا نظرتم هنا يمكنكم رؤية الندب التي ربما أحدثها حيوان آخر محاولاً قتله، ربما كانت قطة وحشية، وهذه علامة نصر له. واو، إنه مؤشر جيد. أعتقد أن الزواحف في الخارج الآن، فهذه ليلة دافئة وهو جو مناسب للصيد. أراك لاحقاً يا صاحبي، صيداً موفقاً. من بين كل الأفاعي المختلفة هنا في هذه المنطقة، لدي شعور مختلف اتجاه الأوينبيلي، فأنتم تدعونه الشبح. آمل أن يكون هنالك المزيد في الجوار. لقد كنت آتي إلى هنا طيلة حياتي، ولكن لم أرى واحدة منها. إنها موجودة هنا، لقد رآها الناس من قبل، لكن يجب أن تكون محظوظاً. إنه حيوان مميز، فعلاً حيوان مميز. إن فكرة انقراضه فكرة مزعجة. ماذا سوف نفعل اليوم يا جيفن؟ نحن في موطن الأوينبيلي الرئيسي، نحن في هذه المنطقة، وسنقوم بالسير عبر هذا الطريق هنا. يجب أن يكون هنالك مياه، فالمكان مكتظ بالأشجار. إنه حيوان ليلي، هل من الأفضل أن نبحث عن منطقة يتواجد فيها الأوينبيلي ثم نعود إليها ليلاً؟ إنها فكرة جيدة. أجل، يجب أن نبحث في هذا الشق. أوه، هذا مكان مثالي. ضع علامة عليه. حسناً، سنبحث ليلاً عندما تخرج الثعابين للصيد. انظر إلى هذا، يبدو أنه عميق جداً. أعتقد أنه يوجد هنا خفافيش وجرذان صغيرة وحيوانات من هذا النوع التي تعتبر فريسة الأوينبيلي الأولى، فهو يحبها كثيراً. أجل، أنا أحبها. علي وضع علامة هنا. حسناً، أنا متشوق لاكتشاف هذا المكان. يا جاك، تعال بسرعة. إنها أفعى الملك براون. أوه، الملك براون. لقد وجدوا أفعى الملك براون، إحدى الأفاعي السامة. إنها أفعى مختصة بأكل الأفاعي الأخرى، هي أفعى سامة، لذا يجب أن أتوخى الحذر. لقد سمعت صوتاً، فنظرت إلى الأسفل، وإذ بها هنا. رائع. أشعر أن أصابعي بدأت تتخدر. انتظر لحظة، انتظر، سأساعدك. إذا عضني هذا الشيء، سيكون آخر يوم في حياتي. يجب أن تكون سريعاً، مستعد؟ أجل. حسناً، يجب علي أن أبقيه مسترخياً. هذا هو الملك براون، إنه ملك المناطق النائية في أستراليا، ويمتلك كمية ضخمة من السم القاتل. إنه ينتج أكبر كمية من السم في العالم، تفوق سم أفاعي الكوبرا، وهو الآن غاضب. أوه يا إلهي، انظر كيف ينزل السم على العصا. بالطبع لا أرغب بهذا السم أن ينزل على يدي، خاصة في هذا المكان المعزول. لقد سمعت عن أشخاص تعرضوا لعضته ففقدوا وعيهم، فألمها لا يطاق.
إذا قمت بإفلات هذا الثعبان سيتجه إلى الأسفل نحو الماء، وأنا حقاً لا أريد أن يلدغني. حسناً حسناً. لا أريد أن أدعه يرفع رأسه فوق جسده. لقد بدأ بالتحرك أكثر. انتبه. أوه يا إلهي، هذا هو الملك براون، ولديه كمية كبيرة من السم. إنه يتحرك بسرعة. انتبه. يا إلهي، يجب علي أن أكون حذراً مع هذا الثعبان لأنه سريع جداً. إن الأفاعي السامة في أستراليا خطيرة جداً، إنها تصنف ضمن أكثر 20 أفعى سامة في العالم. أوه فريدي، أتريد أن تمسك بالملك براون؟ لا، فأنت تقوم بعمل رائع. انظر إلى هذا، سيعض العصا مرة أخرى. سأضعه في الأرض. هل أنتم مستعدون؟ سأحرر الثعبان. هيا انطلق. حسناً. هيا. أوه مذهل. أحسنت صنع. أجل. إنه أمر مثير. لقد كنت متحمساً جداً. أنا أتعرق يا إلهي. الشمس على وشك الغروب الآن، وهذا هو الوقت الأنسب للعثور على الزواحف، فهي تصبح نشطة أكثر وتبدأ بالخروج. لذا يمكننا العثور على الأوينبيلي. سنعود الآن إلى المناطق التي استكشفناها في النهار. هذه هي العلامة. هذا هو المكان الذي اعتقدنا أنه مناسب. أجل، هذا جيد. انظر إلى هذا. يا إلهي، رائع. حسناً، إنه ثعبان تشيلدرن. واو، إنه جميل. هكذا تستطيع إيجاد هذه الحيوانات. يقوم ثعبان تشيلدرن باصطياد القوارض أو حتى الزواحف أيضاً. عندما يشعر بوجود أي نوع من الحيوانات بقربه، يقوم بنصب كمين له ويبقى ثابتاً في مكانه دون حراك، منتظراً فريسته حتى تقترب. إنه أحد أصغر الثعابين في أستراليا. جاك، انظر، إنها سحلية. سحلية هنا. إنها سحلية؟ هنا. انظر. يا إلهي، انظر إليها. إنه أمر رائع. حسناً، هذه سحلية كهف عملاقة. يا له من اكتشاف. أحسنت يا فريدي، أنت فطن. كان الثعبان ينتظر شيئاً ما، وهذه فرصة جيدة ليحصل على عشائه. أجل، انظر، إنه يفتح فمه. بالطبع، هذان الاثنان لا يحبان بعضهما، ويمكنك أن ترى أنه ليس لديه أشفان، لذلك يستخدم لسانه لكي... لقد حاول أن يعضني. يقوم باستخدام لسانه لكي يمسح عينيه، وهكذا يقوم بتنظيفها. ما هذا؟ لديه فم كبير. انظر إليه، إنه لطيف للغاية. إنه فعلاً اكتشاف جيد أن تعثر على سحلية الكهف العملاقة وثعبان تشيلدرن في نفس المكان. إنها تجربة جيدة. هل تريد أن تنال شرف ذلك؟ فأنت من وجدتها. هذا هو النوع الخامس من الثعابين التي وجدناها. هذا يعني أن ما بقي هو فقط الأوينبيلي. هل سمعت ذلك؟ هنا في الأعلى. أجل، هناك صوت. نعم، هناك صوت. أجل، هذا هو ضفدع كاينتود. انظر إليه كم هو غاضب. إنه ضفدع غاضب. هيا بنا يا جيفن، يجب أن نكون حذرين لأن لديه سم شديد الخطورة. والمشكلة أن ثعبان الأوينبيلي يعتبر هذا الضفدع طعاماً له. إنها فكرة سيئة لأنه إذا تناوله سيصاب بنوبة قلبية ويموت. هذا مؤكد. بالطبع هذا صحيح، وأعتقد أن هذا هو سبب التراجع في أعداد الكثير من الأنواع. أحضر العلماء الأستراليون ضفادع الكينتود من أمريكا الجنوبية، موطنها الأصلي، لمكافحة حشرة قصب السكر التي هاجمت حقول القصب وأضرت بصادرات أستراليا من السكر. ولكن المشكلة أن هذه الضفادع تنتج كمية هائلة من الشراغيف، فهي تضع 30,000 بيضة مرتان في السنة، ولقد تمكنت من الانتشار في كل أنحاء أستراليا وعدلت النظام البيئي فيها. نستطيع في الحقيقة إخراج السم من غدده، وهذه الغدد تقع خلف أذنه. إنه انتفاخ كبير. يوجد انتفاخان هنا. يبدو أن هذا الضفدع بالغ تماماً. عندما تقوم بالضغط على الغدد يخرج السم منها.
دعنا نجرب إخراج السم من ضفدع الكاينتود. يجب أن أكون حذراً بأن لا أدع السم يصل إلى عيني، لأن هذا السم يمكن أن يصيبني بالعمى المؤقت. هل تساعدني من فضلك؟ بالطبع. شكراً لك. أمسك. هيا أيها الكاينتود، الآن سوف نبدأ. أوه مذهل، لقد انطلق السم خارجاً، يا للهول. انظر إلى هذا. أوه يا إلهي، يمكنكم أن تروا كمية السم الموجودة هنا. والآن إذا قمت بلعق هذا سأكون في وضع حرج بالتأكيد. من المحتمل أن يكون هذا أحد أسباب صعوبة إيجاد الأومبيلي. ماذا تقترح أن نفعل به؟ إنه حيوان لا ينتمي إلى هذا المكان. أقترح أن نضعه في حقيبة ونأخذه معنا. حسناً، أراك يا صاحبي، لن أعطيك قبلة. هذا يبدو مألوفاً لي. أجل، ها هي، إنها علامة الإكس، وهذا هو الكهف الضخم الذي رأيناه مسبقاً. أنا متحمس لدخول الكهف. يبدو هذا تصرفاً مجنوناً. يبدو أنه مملوء بالأفاعي. الآن يجب علينا الدخول. نعم، لكنني لا أستطيع. سأحاول أن أحشر نفسي في الداخل. حسناً، ها أنا أدخل. رائع. علي أن أتسلل إلى الداخل، إنه ضيق جداً. لقد دخلت. حسناً، أتجه الآن إلى عمق الكهف. المكان ضيق فعلاً جيفن. إذا كنت لا تحب الأماكن الضيقة فهذا المكان غير مناسب لك. حقاً إنه مكان خانق. إنه عميق، عميق جداً. يا للهول. إنه فعلاً عميق. أعتقد أنني أرى فتحة هناك حيث يمكنني أن أحصل على مساحة أكبر لرأسي. ما هذا؟ إنه خفاش، هل ترى ذلك؟ رائع، إنها صغيرة بحجم كف اليد. لقد وجدت كهف خفافيش، ولو كنت ثعباناً سأحب العيش هنا بالتأكيد، حيث يوجد طعام كثير للثعابين، فهي تحب أكل الخفافيش. أوه يا إلهي، لقد مر بجانبي. يا للهول، لقد مر الخفاش من فوقي. هذا جنوني ومخيف. ما هذا؟ أوه إنه ثعبان. يا للهول، إنه ثعبان السالات الرمادي. يا إلهي، إنه يتجه نحوي. إنه فتى صغير، ولكن يبدو أنه سيهاجمني. إنه غير سام، عليه أن يعض بكل قوته ليتمكن من فريسته الصغيرة. إنه حقا عدائي. يا إلهي، لقد أمسك بشفتي. يا للهول، يا إلهي، يا إلهي، أوه يا للهول. حسنا، إنه يذهب. فعلاً إنه مسكن ممتاز. إذا كان ثعبان السالات الرمادي نشطاً فسيكون هذا الوقت الأفضل للطعام عند الثعابين. إني أحاول أن أكون هادئاً لأنها تستطيع الإحساس بالاهتزازات على الأرض، ويمكن أن يشعرها ذلك بالخوف. أوه واو، أفعى كبيرة، يوجد أفعى كبيرة هنا. يا إلهي، إنها هناك عميقا داخل الشق. أوه يا للهول، إنها أفعى كبيرة. أمسكتها، إنها وحش حقيقي. إن طولها يبلغ حوالي 3.5 أمتار. التفت حول عنقي. واو، هل تصدقون هذا؟
لقد تمكننا من العثور على ثعبان أومبيلي. إنه أمر لا يصدق، فعلا لا يصدق. انظر إليه، إنه هادئ جدا. انظروا إلى عينيه الواسعتين. أوه، لديه أعين ضخمة، وهذه من صفات ثعابين الأومبيلي، لديها أعين كبيرة تساعدها على الرؤية في مثل هذه الكهوف. هذا أحد أهم الاكتشافات على الإطلاق. أنا لا أعرف كيف سأسحبه خارج الكهف. علي أولاً أن أزحف إلى الخارج. هل تستطيعون تخيل ردة فعل جيفن عندما أريه هذا الثعبان؟ إنه فعلاً يمتلك عضلات قوية. إنه يتمسك بكل جزء من هذه الصخور. هذه أول مرة أزحف داخل كهف، وأنا ممسك بثعبان طوله 3.5 أمتار. إنه يلتف حول جسدي بقوة كبيرة. إن المكان ضيق جداً داخل هذا الشق. آه، يلامس ذيله عيناي. إنه يلتف حول وجهي. إذا غضب مني وقرر أن يعصرني، سوف أكون في مشكلة كبيرة. سأخرج هذا الثعبان. لقد أصبحت قريباً. على الأرجح أمامي نحو 10 أمتار لأصل إلى نهاية الكهف وأخرج هذا الثعبان. جافين، لقد عثرت على شيء كبير. إنه ثعبان ضخم. أستطيع رؤية مصباحك. أمسك هذا. مذهل. واو، يا إلهي، إنه ثعبان أومبيلي. واو، إنه يضيء كشجرة الميلاد. يا للهول، أبعده عني، لقد التف حول خصري. هذا مثير جدا. أوه، انظر إليه، انظر إلى لونه الأصفر، إنه كالذهب. يا للروعة، انظر إلى هذا. هذا ما لا يستطيع أحد رؤيته، فهو كالشبح. لا أنا أصدق هذا. أنا متوتر حقا، إن قلبي ينبض بسرعة. حسنا فعلت يا صاحبي. انظر كم هو جميل. إنها أول مرة لي، إنه أمر لا يصدق. أشعر أنني محظوظ جدا لأني شاركت في هذا الاكتشاف. أشعر بالخوف منه، ولكنني متحمس جدا بشأنه. إنه شيء مميز. أجل، إنه كذلك. إن لمعانه مذهل جدا. بالتأكيد، إنه حقا جميل. نعم، إنه جميل. أخذ عينة الحمض النووي منه سيكون أمرا صعبا، لذا يجب عليك مساعدتي في ذلك. افتح فمه بينما أقوم أنا بأخذ العينة منه. أعتقد أن هذا لن يعجبه. واو، انظر إلى هذه الأسنان كلها، إنه متوحش فعلاً. يملك 180 سنة. واو، يا إلهي، إن فمه ضخم. سأمسحها قليلاً هنا. ها قد انتهينا. أوه، لديه أسنان كبيرة. حسناً، أعتذر يا صديقي. أنت تستخدمني كشجرة. سيفاجأ معلمك جداً عندما يرى هذا. هل تعتقد أن ستيف رأى مثله في البرية؟ أنا متأكد أنه لم يشاهده من قبل، فهو لم يتمكن من رؤية أي منها عندما كنا سوياً. أتوتر عند التفكير بالأمر. وأنا أيضاً، لقد كان صديقاً رائعاً، لكن أنت من حصل على شرف هذا الاكتشاف، وأنت من سيخبر العالم عنه. إنه وقت الوداع. انظر إليه كيف يزحف ببطء، يزحف مبتعداً عن يديه.